لا يمكننا أن نقول بأن جميع الوجودات في مستوى واحد. الوجودات تبدأ من وجود ضعيف يكاد أن يلحق بالعدم لشدة ضعفه، موجود من أضعف الوجودات، وعلى تعبيرهم يقع في صف عال الوجود، وهنالك موجود في الطرف الآخر فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الوجود. الوجود مو له مستوى واحد. الوجود ليس كأسنان المشط إذا استثنينا الحقائق المتواطية، وإنما هي مراتب. لا يمكن لوجود ضعيف أن ينكر الوجود القوي لصرف أنه ضعيف. إحنا إذا فرضنا أننا ضعفاء، أننا وجودات ضعيفة، لا يمكن أن ننكر الوجودات القوية. الأقزام لا يمكنهم أن ينكروا وجود العمالقة لصرف أنهم أقزام. هذا الشخص الذي ينكر المعاجز، الشخص الذي ينكر الكرامات، الشخص الذي ينكر خوارق العادة، هذا الشخص لم يفهم حقيقة الوجود. إحنا ما عندنا نوابغ. تجد شخص في الابتدائية ويعيش ويعاني من ذهنية عادية، وتجد هنالك نابغة من النوابغ، عظيم من العظماء، فكره يصل إلى أدق الأمور وأغمض الحقائق. ما عندنا تفوق في الذكاء؟ ما المانع أن يكون هذا الوجود فيه تفوق؟ ما المانع أن يعمر الواحد منا 100 عام ولكن يوجد هنالك وجود متفوق يتمثل في شخص الإمام المنتظر؟ يعمر 1000 عام، بل يعمر 100,000 عام. لا يمكن إنكار إمكان وجود مثل هذه الظاهرة. هذه الظاهرة نشاهدها في كل موجود. الذي ينكر يستبعد إمكان مثل هذه الظاهرة. هذا الشخص لم يفهم مراتب الوجود، والأهم من ذلك أنه لم يفهم القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذا الشخص الذي يقول بأن هذا الشيء محال لم يفهم قدرة الله، لم يفهم أن خزائن الله سبحانه بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. كم نعيش نحن في الآخرة؟ إن شاء الله عندما ينتهي كل شيء ونجلس إخواناً على سرر متقابلين، كم نعيش في ذلك المكان؟ 100 سنة؟ لا. 1000 سنة؟ لا. 100,000 سنة؟ لا. 100 مليار عام؟ لا. أنت سر بذهنك إلى ما لا نهاية له،
إلى حد يرجع الفكر خاسئا وهو كليل. نعيش إن شاء الله في رضوان الله في جنة الله 100 مليار عام. كيف نعيش؟ نعيش بقدرة الله، نعيش بكلمة الله، نعيش بالإرادة الإلهية. ما المانع أن يعيش هنالك فرد في هذه الحياة 1000 سنة أو 100,000 سنة بتلك القدرة الإلهية الأزلية؟